محلل سياسي وباحث في السياسة الخارجية الأمريكية من واشنطن، أهلا بك أيضا. ومعنا عبر الهاتف آخرين سينضمون إلينا من البحرين، وينضم إلينا في الجزء الثاني من هذه الحلقة حسن الأمين المشرف على موقع ليبيا المستقل الإلكتروني من لندن. بداية أبدأ معك علي مشيمة، هل يمكن اعتبار أن الثورة قد أخمدت في البحرين بعد إخلاء المتظاهرين من؟ سننتقل إلى المنامة مع علي الشهابي. علي الشهابي، كيف تصف لنا الوضع في البحرين الآن؟ هل أخمدت الثورة في البحرين؟ لا أبدا، لا أعتقد أن الثورة سوف تخمد الآن. كما ردد المتظاهرون شعار الطوفان بدأ لا ليهدأ، بعدما رأينا من مجزرة في ميدان اللؤلؤة، وبعدما رأينا من دماء سالت على أرضنا الحبيبة، الجميع أصابه الحماس للاستمرار والإصرار على الاستمرار في مطالبنا المشروعة. يعني ما هي خطتكم؟ هناك مسيرة مقررة يوم السبت، هل هذه المسيرة مستمرة أم هناك يعني إلغاء أو تعديل لهذه الخطط؟ على حسب علمي أن المسيرة مستمرة، ولكن قبل المسيرة هناك الصلاة في يوم الغد صلاة الجمعة، سوف يكون حضور كبير جدا، ولا أعتقد أن هذا الحضور سوف يذهب هكذا، سوف يكون هناك حدث كبير إن شاء الله. تشيع الشهداء سوف يكون التجمع الكبير من قبل المتظاهرين في هذين الحدثان، لا أعتقد أن الحكومة سوف تدعهم يذهبون بدون استخدام القوة المفرطة تجاه المتجمعين. نعم، ولكن وزير الخارجية اتهم اليوم المتظاهرين وكأنهم يعني يذهبون إلى جحيم طائفي أو يأخذون البحرين إلى جحيم طائفي، وذكر أن تدخل قوات الشرطة جاء لي يعني وقف هذا الجحيم، كيف تردون على ذلك؟ لقد تعودنا أن نسمع هذه النغمة من النظام، دائما يدقون على وتر الطائفية. نحن وجدنا في ميدان الشهداء، وجدنا إخواننا من أهل السنة، كانت هناك إقامة لصلاة الجماعة بإمامة الشيخ السني، وكان من المصلين الشيعة والسنة، كلنا كنا نقف يدا واحدة. هناك خيام لناشطون ديمقراطيون أو علمانيون، كانت وحدة من جميع الأطياف متواجدة في الميدان، لم تكن هناك أبدا أي صبغة طائفية. ابقى معنا علي الشهابي، أنتقل إليك علي مشيمة. علي مشيمة، هل المعارضة أو كيف تواكب المعارضة في الخارج المعارضين في الداخل والمتظاهرين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا واضح هذه المجزرة الوحشية الدموية تدلل وتثبت للعالم بما لا يدع مجالا للشك حقيقة هذه العائلة ووحشيتها وتخلفها وبطشها وظلمها إلى الشعب في البحرين. هذه العائلة نحن كنا نقول مرارا وتكرارا لم ترعوي يوما من الأيام في ظلم الناس، هي مارست ظلما وفسادا وكانت وما زالت. اليوم تعرى هذا النظام وتعرت هذه العائلة وكشفت نفسها بنفسها، وإلا ما معنى أن تهجم على أطفال ونساء وشباب هم نائمون في عراء مفتوح لا يملكون سلاحا ولا يملكون غير بردة يلتحفون بها وفي الشارع العام. هذا يعني هذه النقطة الآن عرت هذا النظام. وإذا كنا أو كانت المعارضة مختلفة في تحديد سقف مطالبها، هل هو إصلاح أم إسقاط النظام، فبعد هذه المجزرة وبعد هذا الاعتداء الوحشي الذي يهز الضمير الإنساني لا يمكن أن نتعايش مع هذه العائلة الدموية المجرمة التي قتلت بلا رحمة هؤلاء الشباب. اليوم الصور
يعني تدمي القلب، تقشعر لها الأبدان. لا أستطيع أن أصف هذا الحال. والله أنا يعني لا أتكلم من منطلق عاطفي، ولكن أتكلم من منطلق منطقي واقعي. اليوم نحن تفاجأنا يعني عندما رأينا الصور، عندما جاءتنا التلفونات، عندما تابعنا الأخبار، لم نتوقع، لم يخطر ببالنا أن ترتكب هذه العائلة هذه الحماقة، ولم تكن بحاجة إلى أن ترتكب مثل هذه المجزرة. وهذا يدلل على دمويتها، ويدلل على وحشيتها، وعلى ظلمها وبطشها. نعم، ولكن دعني أنتقل، يعني سنعود إلى السؤال الأساسي بعد قليل. عالم شيما، فضيل الأمين، وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي اجتمعوا اليوم بصورة طارئة في المنامة، وأصدروا بيانا أهم ما جاء فيه أنهم أكدوا أن أمن أي دولة في البحرين هي تعتبر أو يعتبر أمن كل دول الخليج، وشددوا وزراء الخارجية على أن المسؤولية في المحافظة على الأمن والاستقرار هي مسؤولية جماعية بناء على مبدأ الأمن الجماعي المتكافل والمتكامل، والتزاما بالعهود والاتفاقيات. كيف تقرأ يعني هذا البيان عن وزراء الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي؟ أقرأ هذا البيان لأنه إشارة واضحة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي ودول المنطقة في الخليج التي تختلف كثيرا عن مصر أو تونس في تركيبتها القبلية والعشائرية، بما أنها دول نفط، وخاصة في دول التي لديها أقليات أو أغلبيات شيعية مثل البحرين، أن هذا خط أحمر لا يمكن أن يتجاوزه، وأن أمن هذه الدول أي دولة من دول الخليج هو يشكل خط أحمر، لأن أي انهيار لأي نظام في تلك المنطقة أو في ذلك المجلس يعني سريان العدوى للدول الأخرى. فأرادوا أن يضعوا خطا على الأرض أن هذه تشكل منطقة لا يمكن أن تعبر. ولعل ما شاهدناه في الميدان خلال الليلة الماضية يدل على أن الأنظمة لا تزال قادرة ولا تزال تفكر في قمع شعوبها بالرغم من المطالب السلمية، وأن المناطق وأن الدول تختلف وأن المجتمعات تختلف أيضا، ولا يمكن محاولة تكرار تجربة في بلد ما في بلد آخر دون معرفة الفرق، سواء الفرق في التركيبة الاجتماعية أو الديناميكية. يعني لا تتصور أن تتكرر التجربة المصرية أو التونسية في البحرين أو دول الخليج؟ لا أتصور، لأن دول البحرين، دول الخليج من البحرين منها، هذه دول قبلية قائمة على العشائرية وقائمة على مجموعة من التحالفات القبلية والعشائرية، وتركيبة المجتمع في حد ذاتها تختلف، والوعي السياسي يختلف، والبحرين من أكثر الدول الخليجية ذات الوعي السياسي، فهي تختلف كثيرا عن مصر وعن تونس، وهي ملكيات أيضا، وهذا يعني أن هناك ولاء معين يزيد أو ينقص للحاكم أو الوالي أو الملك. نعم، علي الشهابي، يعني بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي يأتي بعد تردد معلومات أن قوات سعودية وقطرية شاركت في يعني إخلاء ميدان اللؤلؤة. هل شاهدتم أي من هذه العناصر السعودية أو القطرية في الميدان؟ بالنسبة لي شخصيا لم أرى بعيني أنا أي من القوات هذه، يعني لم أكن ملاصقا إلى مكان تواجد هذه القوات، ولكن هل كنت في الميدان ليلة أمس؟ كنت في الميدان، ولكني تركت الميدان قبل نصف ساعة من الهجوم الوحشي. سمعت من شهود عيان كانوا متواجدين أثناء الهجوم الوحشي أن هناك قوات من خصصوا أنها قوات من السعودية، ولكن لست أعلم مدى صحة هذا الخبر. تواردت أنباء عن وجود قوات عليها شعار السعودية على مرسوم على هذه السيارات.
طيب موقف وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ألا يجعلكم تترددون في أي خطوة، كون أن دول الخليج كلها ستقف صفا واحدا ضد أي تحرك في أي دولة خليجية؟ طبعا لا 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 يوجد أدنى شك أن جميع الدول الخليجية تشترك في أنظمة قبلية ولها مميزات مختلفة عن بقية الدول العربية، ولكن بالنظر إلى سلمية مطالبنا، مدى سقف المطالب التي نطرحها في الشارع هي لا تمس القبلية. ما هي هذه المطالب؟ في هذه الأنظمة نحن طالبنا بدستور عقدي يكتبه أبناء الشعب، يكون نتاجه انتخاب حكومة تسمح لتداول السلطة ويكون الشعب فيها هو مصدر السلطات، لا أن تكون هناك زيف وإعلام باطل أن هناك برلمان مكبل وهناك مجلس للشورى وهناك والسلطة كلها تتركز عند رئيس الوزراء وعند الملك، بحيث أن جميع السلطات المناطة بالبرلمان هي مكبلة لا يمكنه فعل أي شيء. وأضف على ذلك كون توزيع الدوائر الانتخابية داخل هذا البرلمان هي دخلت فيها العبثية والخبث في توزيع الكراسي على أبناء الشعب. ماذا عن دعوات إسقاط النظام؟ طبعا هذا شعار أنا أعلق عليه أنه شعار تم توارده أو استيراده من الثورات التي سبقت في مصر وتونس. لا أؤكد أنا أؤكد هنا أن جميع من ردد هذا الشعار يقصد به إسقاط الحكومة، استقالة الحكومة، لم يكن يمس القبلية المترسخة هنا في أنظمتنا. علي مشيمة، يعني هناك اتهامات لإيران بالوقوف وراء المتظاهرين، برأيك كون هذا التحرك هو تحرك شيعي وليس تحرك وطني يعني على مستوى البحرين، إلى أي مدى سينجح هذا التحرك برأيك؟ لم يكن هذا التحرك تحركا طائفيا، كان ممثلون إلى بعض القوى الوطنية الغير إسلامية متواجدون في الاعتصام أيضا، ولكن الأغلبية هي أغلبية شيعية، والشيعة متهمون في البحرين بأنهم يتلقون البحرين الدعم يا من إيران. أستاذي البحرين أغلبية شيعية، ولكن هي ترفع مطالبها من عشرات السنين قبل أن تتأسس في إيران جمهورية إسلامية. أنا خلني أستاذ إذا تسمح لي، مقابل الاتهامات بالولاء والتنفيذ الأجندة الخارجية الإيرانية وأن الخليج هو منظومة وأن المشيخة لن تسمح إلى الشعب البحريني أن يطالب ويرفع عقيرته إسقاط النظام، من جهة ومن أخرى دعونا نتساءل عن الموقف الأمريكي. الموقف الأمريكي، ومن قناتكم الفاضلة نعرف أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها تحالف قوي وعلاقات متينة ووطيدة مع العائلة الخليفية والأسطول الخامس الأمريكي موجود في البحرين والقاعدة الأمريكية متواجدة، ونحن نستغرب ونستهجن وكأنما يلوح أو كأنما لاح من خطاب وزيرة الخارجية الأمريكية أو فهم أن هناك تواطؤا، لأن وزيرة الخارجية الأمريكية في خطابها ساوت بين الضحية والجلاد، واتهمت أو أوحت في كلامها أن العنف متبادل. تصريح وزيرة الخارجية بالأمس أوحت في كلامها أن كأنما هناك عنف متبادل، والكل يشهد، كل قنوات وكل الفضائيات التي نقلت، لو تسمح لي في نص دقيقة، الفضائيات التي نقلت الأحداث التي مرت خلال هذه اليومين والاعتصام الذي كان والمسيرة التي قتل فيها الشهيد علي مشيمع ومن ثم الشهيد فاضل المتروك، كلهم لم يحملوا عصاة ليس حجرة. كيف تساوي بين الضحية والجلاد؟ ومن ثم الآن بعد هذه المجزرة الوحشية وبعدما وثقت، أين موقف الولايات المتحدة الأمريكية؟ كيف تنتقد وزارة ليس دفاعا عن الموقف الأمريكي، ولكن عليك أن تقرأ الموقف الأمريكي بشكل جيد. الوزيرة كلينتون دعت
أنا قرأته جيد. وزير خارجية البحرين إلى ممارسة ضبط النفس والوفاء بتعهدها بمحاسبة المسؤولين عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين. والرئيس أوباما أعرب عن معارضته لاستخدام الحكومة البحرينية للعنف وقمع التظاهرات السلمية. هذا هو الموقف الأمريكي. أي موقف أمريكي تقرأ غير ذلك؟ أنا نقلت لك تصريح وزيرة الخارجية الأمريكية. عموما نحن ننتظر موقفا أمريكيا يتناسب مع الشعارات الأمريكية التي تدعو وتدعم وتساند الشعوب في مطالبها بحريتها ومطالبها بأن تكون لها ديمقراطية حقيقية. عظيم. سنناقش هذا الموضوع بعد هذا الفاصل. علي كن معنا وتابعونا مشاهدينا. النظام السياسي الإقليمي العربي يتصدع الآن ويتفسخ. تعرف كانت القناعة في العالم العربي على أساس أن الشعوب هي دائما خارج المعادلة السياسية. إذا نجحت التجربة في العراق أعتقد أنها سوف تنجح في تونس. هذه سوف تغير الديناميكية السياسية في المنطقة. الكاتب والباحث السعودي الدكتور خالد الدخيل ضيف حديث الخليج مع سليمان الهتلان. غدا 8:10 مساء بتوقيت غرينتش عبر قناة الحرة. ملفات كثيرة لم تفتح وأسئلة عديدة لم تثر عن حقوق الناس والمواطنة، عن المجتمع المدني، عن حقوق المرأة والأقليات، عن الحريات وعن صوت من لا صوت له. عين على الديمقراطية يفتح فيه محمد اليحياء عينا على ما أغمضت عنه عيون. ما حدث يوم 25 يناير شيء يفوق خيال أي مبدع أو أي حد بيحلم. كيف ولدت الثورة في مصر؟ وهل الشرق الأوسط على عتبة زلزال كبير؟ ثورة قادمة في كل مكان. نعم. من المحيط إلى الخليج. قريب جداً مع جوزيف عيساوي تشاهدونه السبت 8:10 مساء بتوقيت غرينتش. تابع الحرة في احتفالات أمريكا بتاريخ الأفارقة الأمريكيين، احتفاء بالإسهامات التي قدمها الأمريكيون من أصل إفريقي عبر التاريخ. انضموا إلينا لمتابعة هذه الوثائقيات الخاصة والتي ستعرض خلال شهر شباط فبراير فقط على الحرة. أهلا بكم مجددا. أستاذ فضيل الأمين، برأيك هل أن الولايات المتحدة محرجة إزاء التطورات الحاصلة في البحرين كونها تملك أسطول بحري كبير في المنامة؟ وهل برأيك يعني الولايات المتحدة مقصرة تجاه دعواتها الحكومة في البحرين إلى ضبط المتظاهرين؟ أنا أعتقد أن الولايات المتحدة تحاول أن تلعب دور متوازن في المنطقة، فهي لقد انتهت حديثا جدا ولا تزال تدير أزمة مصر التي تعتبر أكبر دول المنطقة. فأن تتعامل مع عدة ملفات أخرى في نفس الوقت وخاصة ملفات دول الخليجية هذا أمر صعب، ولهذا هي ترجو بطريقة أو بأخرى أن تتعامل دول المنطقة في الخليجية بنوع من التوازن في والتعامل مع مطالب شعبها وعدم السماح للأزمات أو للثورات بدخول مرحلة العنف. أستاذ فضيل دعني أعود إليك، سأنتقل إلى المنامة مع حسن الدوسري رئيس كتلة المستقبل في مجلس النواب البحريني. أستاذ الدوسري أهلا بك. مطالب المعارضة محددة، يعني باستقالة الحكومة وبإجراء انتخابات حرة وبتداول السلطة، يعني لماذا لا تلبى هذه المطالب؟ يا أخي الكريم، أولا المطالب لا يمكن تلبيتها بهذا الأسلوب. الجزء من المعارضة هو الذي يطالب بهذا الأمر وليس شعب البحرين بالكامل كما يدعي البعض. نحن لنا كذلك رؤية
ويجب أن نكون مشاركين ولا أن يتم تمثيلنا بهذه الطريقة، فهذا أمر جدا مرفوض. الأمور لا تأتي بهذه الطريقة. طبيعة البحرين وتكوينها سواء الديني أو الطائفي أو الشعبي لا يمكن مقارنته بما حدث في تونس أو حدث في جمهورية مصر العربية. نحن نميل إلى لغة الحوار والجلوس مع بعض لكي نتفاهم حول الملفات أو المطالب التي تطالب بها المعارضة. هناك كان 18 نائب يمثلون المعارضة في مجلس النواب، لم يتم طرح مثل هذه الملفات إلا قبل أسبوع، وتمت التصعيد الحقيقة والمطالبة بإسقاط نظام الحكم وما شابه ذلك. فنحن لنا كلمة ولنا رأي يجب أن يحترم وأن يسمع، ونحن لا نعم. ولكن يعني برأيك هل قمع المتظاهرين يحل المشكلة أم يزيد المشكلة تعقيدا؟ الجميع لا يحبذ ولا يؤيد القمع. وما حدث حدث حسب أولا أن كان الاعتصام غير مرخص، وتم إنذار المعتصمين في الدوار بالطرق المتبعة في جميع دول العالم، والحوادث التي جرت لم تأتي في المحاولة الأولى لإخراج المعتصمين، ولكن أتت بمبادرة من المعتصمين أنفسهم عند مقامة القوات بتنظيف الدوار، وهذا حسب المصدر الرسمي والناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية. يعني هل اليوم البحرين أصبحت في يد العسكر وماذا بعد؟ هل هناك خطة لمحاورة المتظاهرين أو المحتجين؟ وهناك مظاهرات أخرى يعني يعد لها المتظاهرون، كيف سيتم التعاطي معها؟ والله شوف، أي مظاهرة أعتقد أنها سوف تخرج غير مرخصة وغير مصرح لها من وزارة الداخلية، فإنها يعني البحرين لن نوافق أن تصبح فوضى. ومثل القابة، البحرين فيها حكومة شرعية وتدار بحكمة، ومن أراد أن يخرج هذا أمر يكفله الدستور، من أراد أن يخرج يخرج حسب الشرعية وبترخيص رسمي ومظاهرات واعتصامات سلمية. أما احتلال مواقع رئيسية في العاصمة وما شابه ذلك، فأعتقد أن وزارة الداخلية لن تسمع بذلك. أما بخصوص الجيش، فالجيش نزل في بعض المواقع لتهدئة الأمر واستتباب الأمر، وأنا متأكد عندما تحصل هناك تطمينات للحكومة فإن الجيش سوف ينسحب. اليوم ليس فقط الجزء اليسير من المعارضة الذي خرج هو الذي يمثل البحرين ويريد أن يتحكم في الساحة. لا يمكن اليوم البلد مثل البحرين تعتمد على الاقتصاد، فلا يمكن أن يدمر هذا الأمر في أسبوع أو في أيام معينة. أستاذ حسن، هل لديكم أي معطيات بوقوف إيران وراء المحتجين أو يعني بتزويدهم بمساعدات أو يعني مطالب محددة؟ والله شوف، احنا شيء مؤكد لا نملك، ولكن هناك بعض الشكوك. الشكوك موجودة في 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 يعني كثير من الناس يشك بأن ما تقوم به الآن والمعارضة تحصل على دعم سواء من إيران أو غيرها. أنا لا أستطيع أن أذكر أسماء بعينها، ولكن لا بد أن يكون هناك دعم. ابقى معنا سيد دوسري لأنتقل إلى لندن مع علي مشيمة. علي مشيمة، كيف ترد على هذه النقاط؟ يعني أرجوك أعطني دقيقة واحدة. أنا أرجوكم تفضل. ثم أرجوكم عدم يعني تبسيط وتسخيف هذه المجزرة اللي صارت. اليوم احنا نتكلم عن مجزرة بكل ما للكلمة من معنى. عندما يجي لي هذا الدوسري ويقول لي والله قوات الأمن تعاملت ووزير الخارجية صرح، أنا أقول لك عشرات الفيديوهات التي عرضت في اليوتيوب تكشف بشكل واضح الاعتداء الغير مبرر من قبل هذه القوات الغاشمة، وكيف أنها انظر إلى هذه الصورة، انظر أي إنسانية، أي بشر لا يقشعر بدنه عندما يرى هذه الصور وعندما يرى هذه المجزرة؟ أي إنسان لا يتفطر قلبه عندما يرى طفل؟ هؤلاء كانوا أناس مسالمين، عوائل، أطفال، نساء، شباب لا يملكون شيئا في العراء، وثم أن القوات التي قمعتهم هي تفوقهم عددا وعتادا بمئات المرات. لا يبرر هذا الاعتداء الوحشي والمجزرة اللا إنسانية
بأي شكل من الأشكال. هم كانوا يستطيعون لو افترضنا جدلا أنهم لم يقاوموا فقط بالحجارة، لو افترضنا جدلا أنهم قاوموا بالزجاجات الحارقة الملتوف، لا يمكن أن نقبل هذا الاعتداء، لا يمكن أبدا. بالرصاص الانشطاري تهشم جمجمة رجل في الستينات من عمره، رجل في الستينات من عمره يستخدم العكاز حتى يمشي. أي خطر وأي إرهاب يشكل هذا الرجل؟ ثم يقولون لي والله إيران وأجندة إيرانية. إحنا يا أخي نعاني من رئيس وزراء جلس على هذا المنصب جثم على صدورنا أكثر من 40 سنة. يا أخي ما نريدك. أكثر من 40 سنة أقدم رئيس وزراء في العالم، في ظل حكومته سقطت عندنا شهداء، في ظل حكومته تعذب شباب، في ظل حكومته تشرد المئات، في ظل حكومته تفشى الفساد، في ظل حكومته سرقت الأراضي، في ظل حكومته تمادى دخل البحر. وهذا الملك الآن أعطني نصف دقيقة. هذا الملك الآن أيضا أدار مشروعا تدميريا بشكل خبيث، حيث أراد تغيير شعب واستبداله بشعب مستورد. وفلا يعني لا نستطيع أن نتعايش مع نظام دموي وحشي ارتكب مجزرة كهذه المجزرة. سيد الدوسري كيف ترد؟ أنا أولا أقول لمن يجلس في لندن ويتنعم بالحياة الرغيدة هو أفقر من أن يتكلم. أنا داخل سجن 4 مرات وأخي معتقل في السجن وأبي دخل سجن لمدة 6 سنوات. نحن نعاني، لا نجلس في شقق الفارهة ونستلم الفتات من الخليفة وملاء لهم كما أنت أيها العميل. أنا ليس عميل، العميل من يهرب من وطنه ويذهب هناك يتنعم بأموال إيران وغيرها. احترم نفسك وتكلم بكل كلام وصدق ولا تزيف الحقائق. يا الله يا الله. تفضل سيد. أزيف الحقائق، هذه هي الحقائق، هذه هي الحقائق. علي لو سمحت اترك سيد دوسري يتحدث. سيد دوسري تفضل. سيد دوسري قل لهذا من يتحدث في لندن وينعم بالجو والأمان هناك ليأتي هنا ويرى ويشارك بعينه أن مشروع جلالة الملك الإصلاحي سمح لأمثاله بأن يأتي إلى البحرين ويعيش العيشة الرغيدة. أما أن يتكلم من بعيد فنحن لا نتكلم مع أمثال هؤلاء. أما من يقول نحن لا 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 نؤيد بأن يموت شخص، الجميع بحريني. أستاذ دوسري أعذرنا عن مقاطعتك ولكن انتهى وقتنا لهذا يعني للانتقال إلى موجز إخباري ونتابع بعده ساعة حرة عن التظاهرات في ليبيا. تابعونا.